حكم من أعدت الطعام لزوجها المفطرة في نهار رمضان، فتاوى بن باز: عليك إثم في ذلك، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأنك بالطبخ له في النهار ساعدتيه على معصية الله، والله يقول سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالطبخ له في نهار رمضان أو تقديم الطعام أو الدخان أو الخمر كله معصية، كله منكر، شر في شر. نسأل الله العافية، فليس لك أن تعينيه على عدم الصيام لا بالطعام ولا بالشراب ولا بالتدخين إن كان يدخن ولا بالخمر، لأنها معاص في معاص. نسأل الله العافية، بل عليك أن تنصحيه وتمتنعي وتقولي: لن أساعدك على هذا الأمر، هو ونيته يخدم نفسه ويبوء بالإثم عليه وحده.